تصور معايا تكون جالس ما عليك ما بيك وتجي حاد لاسبانيا في واحد الشاحنه مغامر بحياتك. ملي جيتي لاسبانيا قمتي بواحد العمل بطولي الا وهو انقاذ واحد العجوز من الغرق. ومن بعد كنشوفوا على ان الحكومه الاسبانيه خرجات في الجريده الرسميه على انك تستاهل الجنسيه الاسبانيه. هادشي غريب خوتي المغاربه، واي واحد كيتمنى هاد اللحظه من اللحظات. اليوم غنتقاسم معكم جوج ديال الشباب المغاربه اللي قاموا بواحد العمل بطولي ومن بعد الحكومه الاسبانيه وافقوا باش يمنحوهم ويعطوهم الجنسيه الاسبانيه وهما في وضعيه غير قانونيه. انا عطيكم كلشي بالتفاصيل. هذا الخبر مفرح للجاليه المغربيه المقيمه في اسبانيا. تابعوا معنا كلشي ونعطيكم جميع التفاصيل. خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، اليوم غنتقاسم معكم واحد العمل بطولي ديال واحد الشابين مغربيين اللي جاو حارقين عبر شاحنه من الديار المغربيه الى الديار الاسبانيه من اجل تحسين الوضعيه المعيشيه. الغريب في الامر كنشوفوا على ان الحكومه الاسبانيه يوم الخميس خرجت في الجريده الرسميه اعتذر كتقول على انهم يستحقون الجنسيه الاسبانيه وسوف نمنحهم الجنسيه الاسبانيه بعدما قاموا بعمل بطولي الا وهو انقاذ عجوز من الغرق في واحد النهر من الانهار بالديار اسبانيا. كلشي نعطيكم التفاصيل، غير ما تنساوناش وما تبخلوش علينا باللايكات والاعجابات على اوسع نطاق، ذلك فضلا وليس امرا. واي واحد كيتمنى هاد الفرصه من الفرص اللي تعطات لهاد الشابين لحقاش يستحقوا، لحقاش حنا في بلاد الحق والقانون، واقولها واكررها. فلهذا اخوتي المغاربه ما تنساوش البارطاجات على اوسع نطاق. اليوم غنعطيكم التفاصيل الكامله واسم الشابين بطبيعه الحال وشحال في العمر ديالهم وكيفاش جاوا لاسبانيا وكيفاش لقدوا هاد العجوز وكيفاش خداو هاد الجنسيه الاسبانيه. فلهذا اخوتي اخواتاتي خير الكلام ما قل ودل. كما كتشوفوا معايا في هذا الخبر، منحت الحكومة الجنسية الإسبانية لشابين مغربيين أنقذ حياة رجل يبلغ من العمر 74 عاما. كنشوفوا هذين الشابين يبلغا من العمر 21 سنة و 23 سنة، نقدوا واحد العجوز في العمر ديالو 74 سنة في سنة 2023 من الغرق. وصل كلاهما إلى إسبانيا في شاحنة عندما كان قصيرين، يعني فاش كانوا قصيرين وصلوا لاسبانيا. كنشوفوا على ان مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي قال واعطى الجنسيه لشابين مغربيين من اصل مغربي انقذ سنه 2023 حياه رجل يبلغ من العمر 74 عاما كان يغرق في قناه سيروس بمدينه ليريلا، وهما حمزه الحاتمي اللي في العمر ديالو 21 سنه وعبد الصمد فياش اللي في العمر ديالو 23 سنه كما كتشوفوا معايا في التصويره هذه، اللذين وصلا الى اسبانيا مختبئين تحت شاحنه عندما كان قصيرين بعمر 16 و17 عاما على التوالي. وقد ظهر منح الجنسيه الاسبانيه يوم الخميس في الجريده الرسميه يعني للدولة الإسبانية، فهنيئا لهم وأقولها وأكررها. كنشوف على أن الشابين طبيعة الحال كان في واحد المعهد من المعاهد في المدينة ديال ليريدا، وبطبيعة الحال صادفوا واحد الرجل عجوز كان يغرق وشافوا واحد المرا كتشير لهم عفاك بحال كتقول لهم نقدوا لي راجلي، واش الزوج ديالها ماشي الله أعلم. فإذا به كنشوفوا دوك الشابين في العمر ديالهم 16 سنة و 17 سنة ما ترددوش نقصوا داك النهر بطبيعة الحال وقاموا بعمل بطولي وسحبوه بطبيعة الحال من النار، كيعتبروا على أنه كان إنسانا ميتا، فإذا به فاش قلبوه لقوا على أنه لا زال حيا يرزق، كتب الله على أنه يعيش. بعد ما قاموا بداك العمل البطولي حصل الشباب على دعم في ليريدا. بعد ما قاموا داك العمل البطولي شوفوا معايا داك الشباب حصلوا واحد على واحد الدعم في ليريدا
دعم بطبيعة الحال ربما من الجماعة ولا من السلطة الحاكمة في ليريدا وكذا 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 وكذا. فإذا به كنشوفوا على أن تقدموا قالت لهم السلطات تقدموا واحد الطلب ديال أخذ الجنسية لاخاطش ربما الحكومة الإسبانية غادي تكافئوا هما تحت واحد المكافأة كبيرة تقدموا طلب ديال الجنسية الإسبانية وغادي تاخذوا الجنسية الإسبانية وهم في وضعية غير قانونية. أنا تنقول أوه أي واحد كيتمنى إلا رجعتوا معايا الذاكرة شوية للوراء حتى في فرنسا كانت وقعت هذه القضية. كان رجل إفريقي على أنه تسلق واحد العمارة باش أنه قد واحد طفل من السقوط. ومن بعد تنشوف على أن ماكرون رئيس فرنسا الحكومة الفرنسية عطاه الجنسية الفرنسية وكمكافأة دخلوه لي بومبي موظف رسمي للوقاية المدنية الفرنسية. حاليا إسبانيا تدرس هذه المواضيع على أن كاع الناس ربما اللي جاية حارقة أو في وضعية غير قانونية غادي يدرسوا الملفات ديالهم منهم أبطال. كاين أبطال في العديد من المجالات الرياضية وأقول من المنبر هذا أي رياضي كيشوف على أنه يستحق ومازال شاب ومازال يمكن له يعطي في الميدان اللي هو فيه بعد ما يوصل يعرف راسه ويقدم راسه ويطور راسه ويستمر في التدريب الرسمية دياله ويقدم طلب على أنه باغي الجنسية إسبانيا باش أنه ربما يقدر يمثلها في العديد من المحافل الدولية. وهذا الشيء ربما غادي يوليو يدرسوا هذه الملفات هذه مستقبلا على ما أظن على ما أظن على ما أظن. فلهذا أقول هنيئا لهذ الشابين طبيعة الحال اللي خلاو هذه الجنسية الإسبانية. وأي واحد كيتمنى هذا العمل البطولي اللي قاموا به الشباب وحنا المغاربة ما تخافش علينا ما تخافش علينا والله العظيم ما تخاف علينا فيما مشينا دايرين بلاصتنا. تقولك سيد زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين هادو مرضي الوالدين سهل لهم الله. تصور معهم جاي حارقين مغامرين براسهم مغامرين راه ما كاين حتى شي قط ما كيهرب من دار العرس وكريرا ما كاين حتى شي قط كيهرب من دار العرس. بعد ما كتجي واحد البلد وتي تهلاو فيك طبيعة الحال الجنسية كتفتح لك العديد من البيبان العديد من الأبواب وأقولها وأكررها. ما تبقاش تقول لي الجنسية ما كتفتحش العديد من الأبواب كتفتح لك العديد من البيبان وكتشق لك العديد من الطرقان باش أنك تكون راسك وتبين راسك في العديد من المجالات اللي أنت اللي باغيها بطبيعة الحال. اللي كيجتهد كيوصل مباشرة وهاد الوليدات يستحقوا. حتى الحكومة الإسبانية خرجت يوم الخميس في الجريدة الرسمية يوم الخميس في الجريدة الرسمية وتقول أنهم يعني يستحقون الجنسية الإسبانية. هذه آخر الأخبار إخواني وأخواتي بقى نتقاسم معكم إن شاء الله بحلة يعني يكونوا فيديوهات قصار في مواضيع كتهم الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا أو بالاتحاد الأوروبي باش أننا نفيدوا بعضنا البعض. ويكذب عليك الكذاب يقولك أوروبا ما فاهمين دار أوروبا ما زال فاهمين دار الناس اللي عندها الكتاف وباغا تخدم على راسها وباغا تطور راسها. فلا يا اخوان الخواس تنقول لكم شكرا جزيلا الشكر على المتابعه. ما تنساوش المشاركه في القناه الضغط على الجرس باش يوصلكم اي جديد على القناه الصغيره اللي هي قناتكم بطبيعه الحال. وبطبيعه الحال ما تنساوش اللايكات بكثره باش نوصلوا المعلومه للجاليات او الشباب المغربي المقيم هنا بالدار اسبانيا بدون اوراق. الله يسهل على الجميع. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع.